جبهة لبنان على صفيح ساخن، والسؤال اللي يشغل المنطقة والعالم الآن: هل سيجتاح الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان؟ وهل سيدخل بحرب شاملة مع حزب الله؟ خلوكم ويانا لمتابعة آخر المستجدات، لأن الساعات القادمة حساسة وحاسمة وحبلة بالأحداث. إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أكدت أن الجيش قرر نقل قوات من قطاع غزة والضفة الغربية إلى الحدود مع لبنان تحسباً لحرب شاملة مع حزب الله. بحسب صحيفة يدعوت أحرنوت، فإن من بين القوات اللي تم نقلها هي فرقة من الكوماندوز. هذه التحركات تأتي بالتزامن مع إعلان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أن مركز ثقل الحرب ينتقل إلى الشمال، والحرب في بداية مرحلة جديدة. مسؤولين أمريكيين أكدوا أن البنتاغون متخوف من اتخاذ إسرائيل قرار بشأن حرب برية في لبنان، لذا فقد وضع خطط لإجلاء نحو 50,000 مواطن أمريكي إلى قبرص في حال اندلعت الحرب. زين، شنو أبرز المواقف في لبنان؟ الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خرج بكلمة وصف فيها ما حدث يومي الثلاثاء والأربعاء بأنه بمثابة إعلان حرب، ووصف تفجير نحو 5,000 جهاز لاسلكي بأنه ضربة أمنية كبيرة وقاسية وغير مسبوقة، توعد برد حاسم لكن لم يحدد الزمان والمكان. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طالب مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم لوقف الحرب، أما وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب قال في مقابلة مع شبكة CNN إن حزب الله تعرض لضربة شديدة، في إشارة إلى تفجير آلاف الأجهزة اللاسلكية، بالتالي فإن الرد أمر لابد منه. أكد أبو حبيب أن لبنان لا يريد الحرب، ولكن ما حدث هو مقدمة للحرب. على الجانب الميداني فهناك تصاعد ملحوظ في الأحداث. طيران الاحتلال حلق بمستوى منخفض في سماء بيروت، وقصف العديد من مواقع حزب الله في جنوب لبنان، بينها منشآت لتخزين الأسلحة، فيما رد حزب الله بعمليات نوعية حيث استهدف نقطة تموضع لجنود في موقع المرج، فضلا على شن هجوم بسرب مسيرات انقضاضية على مقر لقيادة اللواء الغربي في يعرى وعلى مرابض مدفعية في بيت هلل، ما خلف عدد من القتلى والجرحى. هذه التطورات تقودنا إلى استنتاج مفاده بأن ثمة حدث كبير قادم وقد يكون مفاجئ، خاصة وأن عملية تفجير أجهزة حزب الله اللاسلكية كسرت قواعد الاشتباك بين الجانبين، وقرار شن حرب شاملة واجتياح الجنوب اللبناني أو شن عملية عسكرية خاطفة متوقف على إشارة من المتهور نتنياهو. حياكم الله. حياكم الله مشاهدينا من جديد. قبل أن أرحب بضيوف حلقتنا لهذه الليلة وبعد التصعيد الكبير اللي عاشته المنطقة بصورة عامة، هناك كلمة مهمة جدا قبل ساعات لحسن نصر الله، خلينا نتابع وإياكم مشاهدينا الكرام أبرز ما جاء في هذه الكلمة ونعود للحوار. لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان بالحد الأدنى. بعد العملية بساعات وصلت رسائل بقنوات رسمية وقنوات غير رسمية وتقول بوضوح: هدفنا من هذه الضربة هو أن تتوقفوا عن دعم غزة، جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف العدوان على غزة. العدوان الذي حصل هو عدوان كبير،
وكما قلت في سياق الكلمة هو غير مسبوق، وسيواجه بحساب عسير وقصاص عادل من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. ولكن لأن هذه المعركة الجديدة كانت في أوجه خفية، دعوني اليوم غير الأسلوب، فلا أتحدث لا عن وقت ولا عن شكل ولا عن مكان ولا عن زمان، اتركوا الموضوع والخبر هو ما ترون لا ما تسمعون. إذن الآن مشاهدينا رحب بضيف حلقتنا لهذه الليلة كل من الأستاذ عزت أبو علي باحث في الشأن السياسي اللبناني، حياك الله مرحبا بك أستاذ عزت. أيضا معنا سيد حكمة الشاحرور المحلل السياسي اللبناني، مرحبا بك أستاذ حكمة. ومعنا سيد حمزة مصطفى الكاتب والباحث العراقي من بغداد، أهلا وسهلا أستاذ حمزة. أبدأ من أستاذ عزت أبو علي وأسألك هنا بداية، شنو رأيك بما جاء في كلمة السيد حسن نصر الله على خلفية هذا التصعيد شكلا ومضمونا، شلون شفت الكلمة؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام وللضيوف الكرام أيضا، أهلا وسهلا بك، تفضل. بداية كلمة متوقعة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. نعم. السيد حسن نصر الله قام باستعراض ما جرى. نعم. وهو يعني كان السيد كان مربكا إلى حد ما، فهذه ضربة كبيرة جدا لحزب الله باعترافه هو. نعم. وبالتالي السيد نصر الله عندما استعرض ما جرى قال لجمهور المقاومة وللجميع بأن ما حدث هو حدث غير مسبوق، وهذا حقيقة ما جرى. وبخصوص حديثه عن الرد، فحزب الله لغاية الآن أنا أتوقع لم يفكر بالرد لغاية الآن. لماذا؟ لأن ما حدث كما قال السيد نصر الله هو غير مسبوق، وبالتالي فإن احتمالات الرد الآن غير متوقعة أيضا. قبل أن يجري الحزب تحقيقا بما حصل، قبل أن يجري الحزب تدقيقا بما حصل، قبل أن يجري الحزب تقييما لحجم الخسائر، قبل أن يجري الحزب أيضا مناورات داخلية ربما تكون سرية للتأكد من مدى استعداده لمواجهة أي رد محتمل من العدو الصهيوني على رده. طيب أستاذ عزت، تذكرت بأن حزب الله لم يفكر بالرد الآن، لكن بالمقابل الجيش الإسرائيلي هناك تحركات كبيرة جدا يقوم بها، نقل قطاعات من الجيش حتى من داخل غزة إلى شمال إسرائيل اللي هي محاذية لجنوب لبنان. يعني راح يبقى حزب الله بموقف المتفرج مثلا في هذه المرحلة على أقل تقدير؟ أنا أتوقع بأن نقل هذه الجحافل العسكرية الصهيونية من غزة أو من مناطق داخل فلسطين المحتلة إلى الحدود اللبنانية ليس من الآن بدأ، هو بدأ منذ فترة طويلة، ولكن الآن نتنياهو يحاول الاستعراض نوعا ما. إسرائيل لديها مشكلة حقيقية في شمال فلسطين المحتلة، مشكلتها الأساسية ليست مع حزب الله، ومشكلتها الأساسية الآن حاليا ليست مع لبنان، مشكلتها الأساسية في أكثر من 150 ألف مستوطن تركوا شمال الأراضي المحتلة ما يسمى إسرائيل ونزحوا نحو وسطها أو جنوبها في أماكن أكثر أمنا. يا عزيزي، كيان الاحتلال هو بمثابة شركة استثمارية غربية، بمعنى أن إسرائيل زرعت وسط الوطن العربي للقيام بالدور الوظيفي الذي ترغب به دول الغرب، أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وغيرها من الدول، بغية تحقيق مصالحها. إسرائيل هؤلاء 150 ألف مستوطن في حال لم يروا أو لم يشعروا بأن قدرات حزب الله خفتت أو ضعفت لن يعودوا إلى الشمال. كل هذه الجحافل العسكرية يحاول نتنياهو من خلالها رفع معنويات جبهته الداخلية بغية إعادة هؤلاء المستوطنين إلى الشمال. حقيقة هو لا يرغب بصدام بري مع لبنان. أستاذ عزت، إحنا قبل أن نجي نتحدث عن الاجتياح، إمكانيات الاجتياح، حقيقته من عدمه، أريد أسألك حتى توضح الصورة من كل أركانها.
شنو اللي يريده بالضبط نتنياهو من حزب الله، وشنو اللي يريده حزب الله من نتنياهو؟ نعم، سؤال جيد. نتنياهو يريد أمرا واحدا كما قلت لك. الأول هو الأهم في هذا الأمر، هو عدة نقاط. هو إعادة المستوطنين الإسرائيليين بين هلالين إلى شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعني التصوير على أنه انتصر أو حقق إنجازا ما، بغية يعني التخفيف من ما بعد انتهاء حرب غزة، أي ملاحقة الداخلية. حزب الله ماذا يريد من نتنياهو؟ حزب الله يريد أقله إعادة قواعد الاشتباك، أو محاولة ترميم صورة الردع إلى ما كانت عليها عفوا قبل 8 أكتوبر، أي قبل انطلاق جبهة الإسناد. في الحقيقة هذه الصورة تلاشت تماما مع القدرات التكنولوجية الكبيرة التي أظهرها العدو الإسرائيلي. حزب الله منذ أشهر عدة يدفع أثمان غالية جدا باغتيال قياداته العسكرية من الصف الثاني والثالث حتى عناصره العاديين، وصولا إلى الزلزال الأكبر عبر اغتيال القائد العسكري أو رئيس أركان الحزب الشهيد فؤاد شكر في ضربة الضاحية، وصولا إلى الزلزال الغير مسبوق الذي حصل منذ اليومين الماضيين. يعني هناك عشرات الشهداء، آلاف الجرحى. لذلك حزب الله اليوم يسعى لإعادة ترميم هذه الصورة، صورة الردع أقله، وهو في أي مفاوضات جدية ستدخل بين الجانبين برعاية المبعوث الأمريكي أو غير المبعوث الأمريكي، سيحاول ترميم هذه الصورة، أقل إعادة ما كانت عليه. ولكن السؤال الجوهري هنا، هل سيقبل نتنياهو؟ نتنياهو يظن نفسه الآن بأنه منتصر، وبالتالي من الصعب إعادة ذلك، خاصة وأنه يتكلم عن حزام أمني سيدفع أثمانه، فيما لو بقى ستكون هناك حرب استنزاف فيما لو قرر إنشاء هذا الحزام الأمني. ولكن هل سيقبل نتنياهو بالخروج باتفاق يضمن إعادة قواعد الردع أو الاشتباك؟ أنا لا أعتقد ذلك. طيب خلينا ننتقل إلى الأستاذ حكمة شاحر، ورحب بك من جديد أستاذ حكمة، وأسألك هنا، هل سيجتاح وفق كل المعطيات اللي أمامنا الآن، هل سيجتاح الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان؟ لو تعتقد لا يزال ملتزم بقواعد، تفضل. تحية لك للضيوف الكرام وللمشاهدين، أهلا وسهلا بك. من خلال القراءة التفصيلية لمجريات الأمور خلال السنة تقريبا، يعني منذ 7 من تشرين على الأقل، هدد نتنياهو وحكومته وخاصة المتطرفين منهم. كل يوم هناك تهديد للجبهة الشمالية جنوب لبنان، كل يوم استحضر اللواء الفلاني، أخرج الكتيبة الفلانية من غزة ووضعها على الشمال، تكرار مبعوثين أتوا إلى لبنان، نقلوا رسائل مليئة بالتهديدات، ومن ثم انتقلت هذه الرسائل من التهديدات لطلب التسويات، وأحيانا قدموا عروض مغرية تقريبا بين مزدوجين لصالح لبنان، وإن كانت لا تحل المشكلة ولا تطبق 17. مثل شنو هاي العروض المغرية؟ مثل شنو أستاذ حكمة؟ نعم، مثلا تنازل إسرائيل عن 13 نقطة خلافية على الحدود اللبنانية، موضوع النقطة وبعض التنازلات بمرتفعات كفرشوبة وشبعة، كان هناك الكثير يعني تداولها الإعلام وليست من الأمور السرية. لم تقبل المقاومة تحت عنوان لا يمكن أن تهدأ الجبهة إلا بوقف إطلاق النار عن غزة، والآن عن غزة والضفة الغربية أصبح العنوان بهذا السياق. لكن نعم، عودة إلى سؤالك الكريم، لو كان يستطيع الجيش الإسرائيلي القيام بهجوم بري، لما انتظر لا ذريعة ولا رأي مشروعية دولية ولا رأي أي مخلوق على وجه الأرض، ولا هاجم واحتل الأرض؟ لكن طبيعة العسكريتيريا الإسرائيلية والعقل الحربي الإسرائيلي يفيد بتصريحات قياداته الحاليين والسابقين بأن الجيش أصبح منهك، متعب، عديده قل ويحتاج إلى عديد،
وبأن خبراته تضاءلت وبأنه الدبابات عنده تضاءلت بشكل يعتمد على الدعم الأمريكي بكل شيء حتى بمطلق القذائف من الخرطوشة إلى القذيفة لكن سيد حسن الكبرى. نصر الله اليوم اعترف وأقر بأن الجيش الإسرائيلي يمتلك قدرات تكنولوجية عالية بدعم من أمريكا وبدعم من الناتو على أقل تقدير. وهذا هو سياق الحرب الآن. التكنولوجيا حتى سماحة السيد تحدث عن أنه يتفوق بالتكنولوجيا وهذه حقيقة ويجب أن نتكلم بشفافية، لكنه لا تربح الحرب، هي كسبته جولة ومعركة وكانت ضربة قاسية لكنها طلقة استعملها وانتهت في هذا المجال. لا، لو كان يستثمرها بحرب شاملة في لحظتها لكان هناك حديث آخر، لكن كل البيانات والتصريحات تؤكد بأن مجيء هوكستاين منذ 3 أيام منذ يوم الاثنين تجادل مع نتنياهو ووصل إلى نتيجة حاصلة أنه لا يقيل جالانت ولا يعين جدعون ساعر وزير دفاع ويبقى جالانت أستاذ حكمة. رغم الخلافات السيناريو الآن أو التاريخ عيد نفسه، السيناريو اللي جاي يحدث الآن في جنوب لبنان وشمال إسرائيل هو مقارب أو مشابه إلى حد كبير مع ما حدث من اجتياح روسي لأوكرانيا. هناك تحشيد كبير الآن يجري، شنو سبب هذا التحشيد؟ لا شك بأنه وفقا لقراءتنا وقراءة المقاومة ولما صرح به السيد أنه إذا كانوا يجرؤون فليتفضلوا. المنازلة البرية بالمطلق، هناك قناعة لدى المقاومة بأن الجيش الإسرائيلي مهزوم، وحتى داخل الجيش الإسرائيلي يتحدثون عن ذلك، ولعل يعني ما يصرحه إسحاق بريك بذلك واضح جدا. طيب، ولعل ما صرحه جالانت منذ أسبوع واضح جدا. لكن نعم، استطاع نتنياهو بعيدة مغادرة هوكشتاين، دعني يعني أشرح القضية بشكلها التفصيلي، أن يحصل على قرار من الكابينت وتم غطائه من الحكومة أن يكون، واليوم أعلنه بضربات متتالية لا تصل إلى حد الحرب المفتوحة. هذا التكتيك الإسرائيلي سيشكل تصعيدا متتاليا على الجبهة دون الوصول إلى حرب مفتوحة، وأنا أعتقد بأن المقاومة ستجاريه بهذا الموضوع بكل أريحية، لأن المقاومة تقول بأنه لا يجب أن نقوم بحرب مفتوحة بل كسب بالنقاط، وكسب بالنقاط هو عملية استنزاف لإسرائيل. لكن ما حدث يوم الثلاثاء والأربعاء هو كسر لقواعد الاشتباك يا أستاذ حكمة. لا حرب مفتوحة، لا هجوم بري، لا حرب مفتوحة، لكن هل نحن أمام عملية عسكرية ربما خاطفة؟ لا يجرؤ عليها ولا يمكن أن يقوم بعملية عسكرية خاطفة. يعني شو بتعني أن يدخل إلى قرية إلى مدينة؟ ما جرب هو بعام 2006، جرب أن يدخل ولم يستطع أن يتخطى قرية واحدة بهذا المجال، وكانت خسارته في المنازلة البرية فضيحة كبرى لإسرائيل ما زالت تعاني منها حتى هذه اللحظة. إسرائيل حتى هذه اللحظة لو كانت تستطيع أن تقوم بعملية خاطفة برية لقامت بها منذ زمن. ولكن أستاذ حكمة، يعني شخصيا أعتبر نفسي متابع جيد نوعا ما للكلمات اللي يدلي بها السيد حسن نصر الله، خاصة في الفترة الأخيرة كلمته اليوم تختلف شكلا ومضمونا عن كل الكلمات السابقة. يعني ما شفنا هذا الانفعال القوي، حتى تلويحه باليد، حتى الرسائل اللي أوصلها اليوم يعني مختلفة إلى حد كبير. هذا في حكمة تم يعني لحظها. أنا لاحظت أن سماحته استعمل تعابير غير التعابير السابقة. لماذا؟ لأنه قال أيضا أن وصلت رسائل كثيرة. نتنياهو يريد أن يحصل على الموافقة الأمريكية المطلقة بما يسمى الحرب المفتوحة، لم يحصل عليها، استبدلها بتكتيكات متلاحقة. إذا ردت المقاومة كرد انفعالي وسريع وأن يعني هنا ينتهي الكون عند هذه الضربة، يكون قد استجر المقاومة إلى ضربة يبرز فيها الإعلام بأن هناك ما عدد كبير من المدنيين، فيسترجع المشروعية الغربية لدعمه. طيب، ويشن حرب كبرى. لكن المقاومة حريصة على قراءة الأحداث والتعامل معها بمنتهى الحكمة، لذلك لم يعطي السيد أي مفهوم لطبيعة الرد أو توقيت، وقال المشهد سيكون يعبر عن السمع. طيب، خليك ويانا أستاذ حكمة حتى قسم الوقت، وخلينا ننتقل لأستاذ حمزة. رحب بك من جديد أستاذ حمزة.
مسؤولون إسرائيليون أكدوا في أكثر من مناسبة خاصة في هذه الفترة الأخيرة بأنه الحل الدبلوماسي انتهى، لا حديث عن حل دبلوماسي. لكن الإدارة الأمريكية المتمثلة بوزير الخارجية الأمريكية اليوم خرجت بتصريح وتحدثت أنها لا زالت تبحث حتى هذه اللحظة عن وجود حل دبلوماسي ينهي هذه الأزمة وينزع فتيل الحرب المفتوحة والشاملة على أقل تقدير، إمكانية حدوث ذلك؟ نعم، أولا شكرا جزيلا لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين. أهلا وسهلا بك. الحقيقة الموضوع يعني الآن واضح أنه الولايات المتحدة الأمريكية وهي تعيش آخر شهرين أو أقل من شهرين للانتخابات الرئاسية وهي تسمى عادة في هذه الفترة بالبطة العرجاء، لا تريد خرق أي قواعد الاشتباك وتريد أن تمضي الأمور حتى تنتهي الانتخابات، لأن الديمقراطيين الآن الذين يمسكون بالسلطة يهمهم أن تبقى الأمور على حالها إلى أن تتضح الأمور بعد الانتخابات الأمريكية. إذا استمر الديمقراطيون نتنياهو هو منسق مع أمريكا بكل إداراتها، وإذا جاء الجمهوريون يعني ترامب ستتغير قواعد الاشتباك تماما لاعتبارات معروفة أن ترامب هو موقفه متشدد وحتى نتنياهو يراهن على فوز ترامب. لكن مع ذلك الإدارة الأمريكية لا تملك الآن إلا أن تحاول الضغط، وهذا الأمر تكرر كثيرا. وزير الخارجية الأمريكي بلينكن زار المنطقة يمكن 10 مرات حتى الآن من أجل التوصل إلى هدنة وليس لوقف إطلاق النار في غزة، ولم يتمكن من ذلك مع الجهود التي بذلتها كل من مصر وقطر والجهود ويعني جهات أخرى كثيرة لعبت دور كبير، ولكن دائما نتنياهو يناور من أجل أن يبقى، لأن نتنياهو لديه مشاكل جدية داخل كيانه، هو لديه ملفات فساد ولديه أيضا إشكالية كبيرة حتى على صعيد ما حصل يوم 7 أكتوبر القبة الحديدية ومسؤوليته كرئيس وزراء عما حصل. كل هذه الأمور ممكن أن يحاسب عليها إذا وقفت الحرب، لذلك نتنياهو لا يريد إيقاف الحرب على الإطلاق. إيران من جهتها أيضا سواء كانت قبل وصول الرئيس الحالي الرئيس الجديد مسعود بزشكيان أو حتى في زمن الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي أيضا تريد أن تضبط قواعد الاشتباك مع أمريكا، لأن ما يهم إيران هو أيضا مصالحها في المنطقة، وهي تريد إعادة التفاوض في الملف النووي. الآن بعد أن جاء رئيس جديد تحدث هذا السؤال الرئيس الأهم قبل يوم الثلاثة عن تصورات جديدة من مصلحة من اندلاع حرب شاملة. لا أمريكا تريد، لا أوروبا تريد حرب شاملة، لا إيران اليوم تريد، حزب الله يعني بدأ تشوفه صابر ورغم كل الضربات اللي تم توجيهها والتصعيد الإسرائيلي ضده، من مصلحة من الدخول إلى حرب شاملة؟ لا، هسه اتركنا من الحرب الشامله، موضوع الحرب الشامله ليس من مصلحه احد، حتى نتنياهو نفسه، ولكن انا اريد اكمل. عندما قلت ايران اقصد ان ايران وامريكا متفقتان بشكل او باخر سواء كان ضمني او عبر وساطات انهما لا يريدان انفلات الامور الى الحد الذي يمكن ان يؤدي الى حرب شامله، الانجرار الى حرب شامله سيغير كل قواعد الاشتباك ليس فقط داخل يعني بين اسرائيل وبين محور المقاومه سواء كانت في غزه او وحماس او جنوب لبنان والضاحيه، انما المنطقه كلها ستشتعل، وهذا امر يعني بالتاكيد يحرص الجميع عليه ما عدا نتنياهو باعتباره اولا هو مجرم حرب عتيد، والشيء الثاني كما قلت لك أنه هو المستفيد الوحيد من هذا الوضع، لأن أي قافل الحرب سيعرضه إلى السجن أو المساءلة أو ما إلى ذلك، وذلك هو يناور في هذا الأمر. لا، أمريكا من جهتها باعتبارها دائما معاييرها مزدوجة، هي تضغط على الجميع ما عدا إسرائيل، تضغط على مصر، تضغط على الفلسطينيين، تضغط على قطر، تضغط على الجميع، ولكنها تعطي مساعدات لإسرائيل. حتى الآن هي تريد إيقاف الحرب في غزة كهدنة من أجل تمرير الانتخابات الأمريكية، يعني قرار الحرب والسلم بيد نتنياهو فقط، هذا القرار تحديدا. الآن نتنياهو يناور وهو الوحيد الذي يخرق قواعد الاشتباك، يقتل الفلسطينيين في غزة، انتقل إلى الضفة الغربية أيضا وقتل في الضفة الغربية، الآن في جنوب لبنان يعمل جرائم كجريمته النكراء أمس وأول أمس، موضوع البيجرات وغيرها، هذه أمور
يعني لا أخلاقية، شو تسميها، يعني خارجة عن كل قواعد وقوانين الاشتباك في طيب. العالم، كل الحروب في العالم حتى الحروب القذرة هم بها نوع من قواعد الاشتباك. ما عدا نتنياهو المستفيد من الدعم الأمريكي المطلق، يعمل ما يشاء دون أن يقول له أحد على عينك حاجة. أستاذ حمزة، السيناريو اللي تتوقعه في قادم الأيام بعد هذا التصعيد الكبير، يعني نتحدث من في هذا الأسبوع الأخير تحديداً، مقبلين على حرب شاملة لو هذا يعني لما مستبعد عملية عسكرية خاطفة بعد هذا التحشيد؟ لا أتوقع. أي؟ لا لا، هذا التحشيد سيبقى في حدود هذا التحشيد، لأن أولا إسرائيل يعني لا تنتصر في الحروب البرية وغيرها، هي دائما تعتمد التكنولوجيا ومثل هذه الأمور، وآخره هذا الحدث الجديد والغريب من نوعه حتى في كل الحروب في العالم، هي لا تريد ذلك لأنها لا تستطيع أن تستمر في حرب برية. ولكن نتنياهو مستفيد من هذه الأجواء، هو يريد الآن أن يبقي الأمور عند هذا الحد، بمعنى تبقى مشتعلة المنطقة حتى لا يسائل إلى أن يعني يقضل، يعني إلى أن تنتهي الانتخابات الأمريكية، وبعد ذلك لكل حادث حديث في حال تغيرت الإدارة الأمريكية أو بقيت. طيب خلينا ننتقل الأستاذ عزة، وأسألك، ورد عاجل قبل دقائق لقائد الحرس الثوري الإيراني وجه رسالة لحسن نصر الله بعد الكلمة اللي خرج بها السيد حسن، أكد فيها قائد الحرس الثوري أن الصهاينة سيتلقون ردا ساحقا من جبهة المقاومة. تتوقع حدوث رد مباشر من إيران أم ربما مساندة من أذرع إيران في المنطقة؟ أستاذ عزت، أنا لا أتوقع أن تقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأي رد. بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قلب طهران، أجرت إيران مناورات معينة. هذه المناورات لم تكن من فراغ. في الحقيقة إيران أجرت هذه المناورات، هذه نقطة مهمة قبل العودة لسؤالك، أجرت هذه المناورات لترى مدى إمكانية صدها لرد على الرد. هي تعلم أن الرد لن يكون إسرائيليا فقط بل أمريكيا، وبالتالي اليوم بالعودة إلى سؤالك، تعال لنقارن أو لنضع المتحاربين بين هلالين في موازين القوى، في ميزان القوى. اليوم الكفة تميل بسبب الدعم الغربي اللامحدود للكيان الصهيوني تميل إلى إسرائيل. نتنياهو، وتفضلت بنقطة مهمة، من يريد إشعال المنطقة؟ نعم، نتنياهو يريد، هو من يريد إشعال المنطقة. نتنياهو أنهى غزة عمليا، غزة تحولت إلى مدينة أو إلى قطاع غير قابل للحياة. لو فتح اليوم معبر رفح لن ترى غزيا واحدا يبقى في قطاع غزة، لا لأنهم يريدون التفريط بأرضهم، لأن الأرض لم تعد قابلة للحياة. نتنياهو انتقل إلى الضفة وشاهدنا ما شاهدنا وكيف طوع الضفة مع قوات محمود عباس التي تنسق معه أمنيا. الآن يريد الاستفراد في جنوب لبنان. خطأ سيندم محور المقاومة عاجلا أم آجلا على أنه لم يدخل بحرب شاملة ساعة بدء عملية طوفان الأقصى. نتنياهو كان يريد ذلك، كان يريد الاستفراد بكل جبهة، وهذا ما حصل. جبهات الإسناد للأسف لم تؤدي الدور المطلوب منها. اليوم أنصار الله في اليمن، وهل لو إسرائيل خرجنا عن سياق السؤال، ولكن إسرائيل هذا قادرة على مهم فتح جدا. أكثر من محور بوقت نعم واحد؟ نعم، أكثر من جبهة نعم قادرة إسرائيل على إسرائيل، ليست أكثر إسرائيل من جبهة بوقت عزيزي واحد؟ كما قلت إسرائيل هذه الشركة الاستثمارية التي يقودها نتنياهو بين هلالين الذكي جدا، هو نجح بإغراق الأمريكيين في المنطقة. اليوم انظر إلى البحر الأحمر، انظر إلى البحر الأبيض المتوسط، انظر إلى المضائق، ماذا يوجد فيها؟ الغواصات وحاملات الطائرات والبوارج والمدمرات. إسرائيل لو فتحت حرب شاملة اليوم على لبنان، الولايات المتحدة ستدخل في هذه الحرب مرغمة، لأن دورها الوظيفي الدفاع عن إسرائيل. إيران تعلم أنها لن تستطيع الرد، لأن إيران ما ليست راغبة بتدمير كل ما بنته، علما بأن هذا مؤذي لها، لأن نظام الإيراني يقوم على الهيبة. سقوط هذه الهيبة يعني بدء تفكك هذا النظام للأسف. أقولها إن موازين القوى اليوم تميل لصالح العدو الإسرائيلي وحلفائه الغربيين، لذلك لن تقوم إيران بالرد، لأنها تعلم عواقب هذا الرد ونتائج هذا الرد. وحزب الله كما قلت لك في بداية الحديث
لن يقوم الآن بالرد قبل تقييم الوضع، قبل قراءة الوضع، قبل معرفة نتائج هذا الرد. يعني اليوم الجميع يريدون المفاوضات، يريدون حل، لأنهم يريدون تجنيب أنفسهم النار التي لا يمكن أن يعرفوا كيف سيحصروها أو كيف ستنحصر. أين أما كلام القائد في الحرس الثوري الإيراني فهو يأتي ضمن يعني جبهات الإسناد الكلامية ليس أكثر. طيب. الآن في هذا الوقت، أما في حال قررت إيران الرد، سنرى إن كان هذا الرد منسقا كما في المرة الأولى، أو سنرى إن كان هذا الرد حقيقيا. طيب ما هو الدور الذي من الصهيوني. المفترض ولكن أن تلعب إن كان إيران الآن هزيل. أستاذ أزلت، إيران الآن تسعى للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، سواء مع إدارة بايدن وفي مستقبلا مع كاميلا هاريس أو ترامب. إعادة محمد جواد ظريف إلى والثأر لمقتل إسماعيل هنية وين راح أستاذ عزت؟ هذا دليل واضح. نعم نعم نعم، كما قلت لك السعر لمقتل إسماعيل هي ليس في حسابات إيران الآن، لا اعتبارات أمنية ولا اعتبارات عسكرية ولا اعتبارات التفاوض والمفاوضات مع أمريكا. يعني الإيران اليوم في موقف لا تحسد عليه، إيران اليوم متروكة لمصيرها، متروكة يعني متروكة معها حزب الله في لبنان، الحشد الشعبي في العراق، تنظيم أنصار الله في اليمن، وحماس في غزة عمليا، يعني كان الله في عون حماس في غزة. لذلك لن ترد إيران. الكلام يأتي في سياق الدعم الكلامي ليس أكثر. الرد يولد انفجار في هذه المنطقة يريده نتنياهو، كما قال ضيفك أيضا بأنه المقاومة تدرس. نعم المقاومة تدرس الخيارات لأنها لا تريد أن تهدم ما بنته خلال 20 أو 30 عام. طيب خلي أنتقل أستاذ حكمة وأسألك. نعم. هنا يعني سيد حسن نصر الله دائما من خلال خطابات السابقة ما كان يتحدث عن امتلاكه لصواريخ باليستية، من الممكن أنه يتم استخدامها في مرحلة ما؟ أريد دعني يعني أن أعقب على ما تفضل به ضيفك الكريم لوضح إيضاح وجهات النظر. طيب أنا أعتقد بأن الجمهورية الإسلامية في إيران هي دولة لها مكانتها في الشرق الأوسط. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع أستاذ حكمة، خلينا ننتقل مباشرة لأستاذ حمزة والسؤال نفسه اللي أرد أوجه لك إياه. هسا لحد هذه اللحظة يمكن الأوراق اللي موجودة أمام حزب الله مو كلها تم استخدامها. يمكن رجع الاتصال إذا تسمح لنا أستاذ حمزة. أستاذ حكمة تسمعني الآن؟ ماشي. نعم أنا معك. أي تفضل تفضل. نعم. فأثبتت بأنها ما زالت تدعم بالنفيس والغالي، وهي تمثل المايسترو لهارمونيكا مقاومة في المنطقة، ولا يوجد لها أذرع بل حلفاء، وتتعاطى بكل احترام بهذا السياق. لكن نعم مقتضيات الحرب والسلم في المنطقة لا نستطيع أن نقيسها بمقاييس انفعالية وبسيطة، ومؤدياتها ونتائجها تحددها الدول. لا يوجد أذرع بل حلفاء، شنو تقصد بهذا الكلام؟ وهذا لا ينتقص من قيمتها في هذا الإطار. لا يوجد أذرع لإيران بل حلفاء. أستاذ الكريم. أي لا يوجد أذرع لإيران بل حلفاء بالمنطقة، شنو اللي تقصد إذا توضح لنا هاي النقطة بس؟ نعم حلفاء وليس أذرع. حلفاء عندما احتجنا في لبنان تدعيم المقاومة لن نجد في العالم أحد يدعم هذه المقاومة إلا إيران. فهل كانت إيران ذراع للمقاومة؟ لا، دعنا نستعمل الألفاظ السياسية الحقيقية بكل شفافية في هذا السياق. هي تحترم نفسها وتحترم حلفائها، والتجربة أكبر دليل بأن المقاومة في لبنان ما الذي قامت به إيران منذ اندلاع الحرب على غزة وحتى الآن؟ ما الذي قامت به إيران؟ وبعد مقتل حتى إسماعيل هنية أصلا تتفاوض ويا واشنطن. كل النضال الذي قام به الآن في فلسطين هو من خلال الدعم المادي والعسكري واللوجستي من طهران، ومن يدعم المقاومة في فلسطين؟ انكشاف إسرائيل بطاغوتها وبجرائمها أمام العالم، من كان السبب فيه؟ ليس طهران. الحالة المردوعة فيها إسرائيل هي بسببها الرئيسي طهران. الرد المباشر أنا أتحدث
تتحدث تحديدا على مقتل اسماعيل هنية وعلى قصف السفارة الإيرانية في دمشق وكثير من الضربات اللي تم توجيهها. تضرب وتضرب، هذه هي الحرب. دعنا نكون منطقيين، ليست آلهة معصومة عن تلقي الضربات. لكن أول أمس هسه التوجه الإيراني اختلف مع مجيء بزشكيان يا أستاذ حكمة. أول أمس خرج بمؤتمر صحفي وتحدث بكلام كلش مهم، ذكر بأنه نحن والأمريكان والإدارة الأمريكية إخوة. هذا تحول كبير جدا بالسياسة الخارجية الإيرانية. لا أعتقد أنه يسمي الحكومة الأمريكية بالإخوة، إذا أنا لم أسمعها، لكن في حال كانت واردة قد يتحدث عن الشعب بهذا المسألة، وهذا كلمة دبلوماسية. لا، هناك حرب دروس بين أمريكا وإيران، وهناك مفاوضات تجري غير مباشرة بين الفينة والأخرى عبر وسطاء عرب بهذه القضية. دعنا نكون منطقيين في القراءة السياسية. نعم. لكن بالنسبة لسؤالك، نعم، المقاومة تملك صواريخ بعيدة وباليستية ودقيقة وتصل إلى ما بعد 300 كيلومتر. كل الأسلحة كما قالت المقاومة وقال السيد حسن، عندما تخاض الحرب المفتوحة لن يكون هناك ضوابط. لكن إسرائيل يعني كسرت قواعد الاشتباك أستاذ حكمة، كان هناك قواعد إسرائيل كسرتها يوم الثلاثاء بتفجيرها 5000 جهاز، وهذا كسر كلش واضح لهذه القواعد. مش منتظر حزب الله قواعد بهذه المسألة. لا علاقة، 5000 جهاز منهم 3000 كانوا بأيدي المدنيين. الأستاذ عزت يعلم أن هناك أطباء أصيبوا، ممرضين دفاع مدني، مواطنين في الأسواق أصيبوا بها. لا علاقة لها القواعد. لم يصب قيادي واحد من الصف الأول أو من الصف الثاني. يعني القراءة سفير الإيراني أصيب، سفير الإيراني أصيب، فضلا عن عمليات الاغتيال الجارية على قدم وساق. جاي نتحدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بين يوم ويوم نخرج بخبر حزب الله ينعى لأحد قادته بسبب استهداف إسرائيلي. شهداء يوميا، هناك شهداء. المقاومة في جنوب لبنان، الجبهة هي جبهة حرب صحيح غير مفتوحة بالمطلق وضمن قواعد اشتباك، لكنهم يقتلون ونستشهد. طيب، أيضا فقدنا اتصال للأسف. أستاذ حمزة، خلينا نسألك، طبعا صار لنا تقريبا 37 دقيقة نتحدث بهذا الملف، أرد أسألك هنا، إيران الدولة أين هي من كل ما يجري؟ عفوا، لبنان الدولة. يعني تدري لبنان الدولة وضعها صعب رسميا، يمكن الأخوة الضيوف أستاذ عزت أستاذ حكمة يعرفون أكثر من عندي هذا الموضوع. لبنان أولا هي بلا رئيس جمهورية منذ أكثر من 3 سنوات. لبنان هي التي افتتحت في المنطقة ما يسمى الآن اللبنانة. يعني إحنا بالعراق أخذنا المحاصصة المقيتة التي الآن هي في صدد تدمير العراق، هي موضوع المناصب العليا في الدولة، منصب رئيس الجمهورية للكرد، منصب رئيس البرلمان للسنة، منصب رئيس الوزراء للشيعة، مثل لبنان سبقونا هم والآن دا يدفعون الثمن. والآن إحنا أيضا من صار لنا 20 سنة لحد الآن ماذا نصل إلى صيغة نهائية ننتقل من العملية السياسية إلى الدولة المؤسساتية اللي نحتكم بها للهوية الوطنية. فلبنان فاقدة مع الأسف لهذا الموضوع، ولذا القرار الدولة اللبنانية يعني مصادر، بدليل أنه لم يستطيعوا ستركنا من حزب الله ونفوذه في لبنان، ولكن كل الكيانات اللبنانية، كل القوى اللبنانية غير قادرين على أن ينتخبوا على الأقل رئيس جمهورية للبنان، وبالتالي القرار اللبناني مصادر وليس بيد اللبنانيين. من مصلحة من أن يكون القرار اللبناني مصادر؟ ومن يعمل على مصادرته أصلا؟ من مصلحة يعني هو أولا بما أنه اللبنانيين اختاروا هذه الوصفة اللي هي وصفة المحاصصة بهذه الطريقة، هذا هو الثمن اللي يمكن تنتهي إلى كل دولة لا تقوم كيانها على أساس الهوية الوطنية الجامعة والعابرة لكل معظم بلدان العالم فيها إثنيات وأعراق وقوميات وأديان ومذاهب، ولكن يجمعها الهوية الوطنية. اللبنانيين للأسف اللي كنا إحنا يعني قبل يعني ننظر إليهم، كانت لبنان هي باريس الشرق، لبنان الجميلة، لبنان الحضارة، لبنان كل الصفات الجميلة موجودة في لبنان، لكن للأسف تدفع منذ الحرب الأهلية لليوم
ثمن لبنان الحقيقية اللي كل عمري عربي يتمنى أن تعود تلك لبنان التي يعني نحبها جميعا. وبالتالي هناك الأطراف المستفيدة هي التي قرار إقليمي قرار دولي سميه ما شئت، ولكن الكرة دائما تبقى في ملعب اللبنانيين. متى ما توحد اللبنانيون على كلمة سواء كمنظوم كدولة لبنانية كشعب لبناني بعيدا عن الإثنيات والقوميات، عند ذلك لا أحد يستطيع شنو أوجه التشابه قرارهم على شنو أوجه التشابه بين لبنان العراق سوريا إيران واليمن. إيران دولة قومية، دولة تعرف ما تقول، دولة كبرى في المنطقة. إيران مختلفة، هناك من يقول لديها أذرع في الدول التي ذكرتها، العراق لبنان اليمن سوريا. الأخ حكمت يقول ليسوا أذرع إنما حلفاء، وهي هاي اللي أرد أسألك كم عليها جايك تبقى في حدود حدود معينة. أنت من خلال الأحداث السابقة، التعامل، المعطيات اللي موجودة، النفوذ، يعني إيران فعلا تتعامل مع هذه الدول على أنها حليفة لها؟ لا، هو ليس يعني مثلا العلاقة مع العراق لازم نفصل بين جانبين. صحيح. العراق الرسمي لديه موقف من الفصائل المسلحة، يعني بدليل انه دائما يتحدث عن ان هذا عندما تقصف عندما تضرب يدينها، احيانا يعتقل، يعني يمارس كل هذا العمل باعتبار هذا عمل خارج عن الدولة. وهذا يرجعنا استاذ حمزة على السؤال اللي سألت حضرتك، التشابه بين هذه الدول. في هذه الدول الخمسة هناك دول ممثلة بحكومات، وهناك قرار ثاني متمثل بسلاح في إيران وباقي هذه الدول، باقي دول المنطقة. أنا لما دا أسأل هسه على إيران الثورة، مو إيران الدولة، تتعامل مع الفصائل الموجودة بهذه الدول ولا تتعامل على أنه حلفاء لها، لو هم أذرع، لو شنو نقدر نسمي هذا التعامل صيغته؟ أي طرف خارج نطاق الدولة الرسمي هو ذراع لدولة أخرى، يعني خارج الدولة أخرى، يعني غير الدولة اللي هو موجود فيها. أما إذا كانت العلاقة بين دولتين، يعني مثلا إيران وسوريا، علاقتهم علاقة دولة بدولة، يعني لا يوجد تناقض في العلاقة بين سوريا وإيران يعني كحلفاء. في لبنان الأمر مختلف، لبنان هناك من هو ضد إيران في سياستها حيال المنطقة وحيال لبنان، وهناك وتحالفها مع حزب الله. في العراق إيران علاقتها جيدة جدا مع الدولة الرسمية. قبل أيام كان يمنى الرئيس بزكيان وزار ليس بغداد فقط، إنما كردستان والنجف وكربلاء والبصرة، وعمل معاملة ضيف كبير من طراز رفيع. فبالتالي ولكن مع ذلك كما قلت لك، العراق كفصائل مسلحة لديه موقف من هذه الفصائل. صحيح أنه على المستوى العقائدي هذه الفصائل عندما تحارب من أجل فلسطين لا أحد يصادر هذا الحق، ولكن العراق لا يريد أن تكون أرضه ساحة لتصفية الحسابات بين أطراف متصارعة، وذلك هو يرفض هذا الأمر ويتعامل مع إيران وأمريكا على أساس هذا الموضوع. يحاور الإيرانيين من منطلق السيادة العراقية، ويحاور الأمريكان من منطلق السيادة العراقية أيضا، ولكن الإشكالية تبقى قائمة طالما لا يتم احتكار السلاح بيد الدولة. طيب خلينا ننتقل أستاذ عزت، وأسألك وزير الخارجية تصريحه اليوم أيضا مهم، ذكر بأنه لبنان لا يريد الحرب، لكن ما حدث هو مقدمة للحرب. هل هناك من يعني نعم يسيق او يذهب بلبنان، يزج بلبنان الى حرب مثلا لا سامح الله مفتوحه؟ نعم، قبل الاجابه على سؤالك اود ان اقول للاستاذ حكمت الضيف الكريم انه حاول تاويل كلامي في اماكن معينه، ولكن لن ادخل معه بالسجل. ثانيا، تتحدثون عن قواعد الاشتباك. يا أخي، قواعد الاشتباك انهارت بعد أيام قليلة من 8 أكتوبر. الآن نتكلم عن محاولة إعادة أقله ترميم الردع. ثالثا، الكلام الإنشائي الآن لم يعد ينفع. التكنولوجيا هي التي تتحكم في هذه الحرب. بالعودة إلى سؤالك عزيزي، لبنان اليوم للأسف الشديد في حرب مع العدو الإسرائيلي، ولا ينفع سجالاتنا الداخلية ولا مواقفنا، كلنا هنا في لبنان مع المقاومة، ولكن بأي شكل
علينا اليوم أن نعود بعد هذه الحرب وإن شاء الله نخرج من هذه الحرب أي. سالمين، يعني أن نجلس على طاولة واحدة وأن نبحث في الاستراتيجية الدفاعية. من غير المقبول أن يكون لبنان رهينة لأي دولة إقليمية طيب. أو لأي مشاريع سواء إيديولوجية أو غير إيديولوجية طيب. أو قومية أو طيب. غير قومية. في لبنان هنا يعني شبعنا من هذه الأمور، طفح الكيل. الشعب اليوم في لبنان يعني الدواء هنا في لبنان حالته صعبة جدا لتستطيع الحصول على الدواء، الخبز، الغلاء، الأزمة الاقتصادية الخانقة، أموال المودعين محجوزة في المصارف. يعني الناس هنا بفكرة وغيرهم بأفكار أخرى. من غير المقبول بعد الآن، بعد هذا الذي حصل، بعد عام من تدمير الجنوب للأسف، من قصف ضواحي العاصمة بيروت، من هذا الرعب الذي قرار يعيشه السلم. اللبنانيون، قرار غير السلم. المقبول قرار السلم والحرب في لبنان بيد من؟ نعم، بيد الحكومة اللبنانية؟ قرار السلم والحرب أنا لا أقول رأيي، بل أقول ما قاله تفضل به دولة الرئيس السيد نجيب ميقاتي. هو اعترف بشكل واضح في السابق، قرار الحرب والسلم اليوم في لبنان بيد حزب الله وليس في يد الدولة اللبنانية. ولذلك أقول وأشدد بأننا اليوم لن ندخل في سجالات داخلية، كلنا مع المقاومة وكلنا ضد العدو الإسرائيلي، ولن نختلف مع بعضنا وقت الحرب. وقت الحرب للوحدة، للتكافل، للتضامن. وما حصل بالأمس، كل اللبنانيين من كل المناطق تبرعوا بالدماء للجرحى والشهداء، للجرحى عفوا، رحم الله الشهداء. آمين. لذلك بعد الحرب من الضروري أن يقبل حزب الله، أن تقبل المقاومة في لبنان بالجلوس مع كافة الأطراف اللبنانية إلى طاولة واحدة والبحث بشكل جدي، وليس على غرار 2006، البحث اليوم بشكل جدي عن استراتيجية دفاعية، كيف ننشئ دولة قوية سيدة حرة مستقلة تستطيع حماية لبنان، قوية في المحافل الدولية، قوية دبلوماسيا طيب. تملك لوبي قوي في دول وعواصم القرار، وتملك أيضا قوة مسلحة قوية تستطيع تأمين حدودنا ما سواء مع فلسطين المحتلة وسواء الشرقية والشمالية مع شقيقتنا سوريا. طيب خلينا ننتقل استاذ حكمة، وأسألك هذا الخبر العاجل اللي وردنا نعم. الآن، الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مناورات بمناطق تدريب شمال إسرائيل تحديدا في نهاية هذا الأسبوع، ما الذي يعنيه ذلك استاذ حكمة؟ واضح هناك العديد من المناورات التي جرت سابقا، ولكن دعني أوضح للزميل والعزيز الضيف العزيز أستاذ عزت، أنا لم أقصد الإساءة أو أي تحوير، إنما وجب علي أن أوضح من باب التوضيح وليس من باب توجيه أي ملامة. وأنا أحييك على ما تفضلت به أستاذ عزت بموضوع الوحدة اللبنانية، وأن الحكومة اللبنانية أكبر دليل على أن هناك تنسيق كبير بين المقاومة والحكومة اللبنانية، تحديدا هذه الحكومة التي لها كل التحايا بدءا من رئيسها دولة الرئيس حتى أي وزير، الذين تضافرت جهودهم في هذه الأزمة وفي هذه المصيبة التي ألمت بالشعب اللبناني. نعم أنا أحييك على مشاعرك باتجاه بناء دولة سليمة ذات استراتيجية دفاعية، وأن الحوار كما دعا إليه دولة الرئيس نبيه بري هو أول بوابة لبناء الوحدة. عودة إلى ما تفضل فيه، إسرائيل يا سيدي الذي يعيش في جنوب لبنان يسمع كل يوم مناورات وأحاديث عن هذه المناورات وتفجيرات وتحركات عسكرية، لكن ما زالت إسرائيل تحت سقف الدعاية الإعلامية بالنسبة لاستطاعتها أن تفتح حرب جبهة موسعة مع لبنان. هي تستطيع أن تقصف وبقوة، هي أن تستطيع أن تستعمل تكنولوجيات متقدمة بالذكاء الاصطناعي وتصيب إصابة، لكنها عاجزة عن شنب حرب حقيقية. وأستطيع أن أقول بكل أريحية وصدق بأن المقاومة إذا ما قررت إسرائيل أن تدخل إلى حدود لبنان سيكون هناك قرار بالدخول إلى الجليل الأعلى، وسيعلم العالم عندها لمن الغلبة
ولمن الموقف الانتصار، وأمريكا تعلم هذا الكلام يقينا، وإلا لما أتت بأساطيلها التي ذكرت الآن إلى هذا الحدود لو كانت تعلم أن إسرائيل دولة مقتدرة؟ لكن إسرائيل فقدت دورها الوظيفي، فقدت قوتها الردعية، وكل ذلك بنتيجة السياسات الحكيمة لمحور المقاومة مجتمعا. أستاذ حمزة، بأقل من نصف دقيقة، شلون نشوف الأيام القادمة فيما يخص هذا التصعيد بالمنطقة بصورة عامة؟ يعني الحقيقة لا أتوقع حصول أكثر مما حصل، يعني اللي حصل أمس وأول أمس كان غير مسبوق، كما قال السيد حسن نصر الله نفسه، كلمته اليوم كانت واضحة في هذا السياق. لا أتوقع، إيران ستبقى تناور، نتنياهو سيبقى يناور، لأنه مطلق الصلاحية في خرق قواعد الاشتباك، ولكنه أيضا لا يريد أن يحرج الأمريكان أكثر فيما يمكن أن يعمله، لكن ما يعمله الآن هو جرائم حقيقية يعني، ولكن للأسف لا توجد منظومة دولية تحاسبه. نعم. على ما يفعله. إذن الأستاذ حمزة مصطفى الكاتب والباحث العراقي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا أستاذ حكمة الشحرور المحلل السياسي اللبناني، وأيضا شكرا جزيلا كبيرا أستاذ عزة أبو علي الباحث في الشأن السياسي اللبناني. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.